الشاشة قاعدة بترج من هذا الطبق الحلو الأبيض الزاكي مثل التلج. لو قبرص طبق اليوم من الحلويات التركية المشهورة والشعبية بسيط التحضير، وبمتأكدة إن المكونات متوفرة بكل بيت، كمان مفيد لكل أفراد البيت، خاصة إن العيلة رح تنبهر من هاي الوصفة الزاكية. نحكي بسم الله ونبلش بالأدوات. أول إشي رح أحتاج البيضة الكاملة، كمان من 3-4 كوب زيت. بعد هيك رح أحط 3 معالق سكر وأحركهم كلهم مع بعض. رح أحركهم من كل الجوانب. رح أنزل جوز الهند نص كاسة منه يتدلل مع البيض، ورح أحط فوق كوبين من القرشلة الناعمة. يلي ما عنده قرشلة جيب خبز توست ويحمصهم ويفرمهم مع بعض. كمان معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفانيلا، وبخلطهم المكونات مع بعض. ما شاء الله الريحة بتجنن ولون ترابي، بسم الله ما شاء الله، يا سلام على هذا اللون. هلأ رح أحط نص كوب من الجوز المفروم ومعلقة صغيرة من القرفة الناعمة، بخلطهم مع بعض. شوفوا كيف العجينة صارت متماسكة، بسم الله ما شاء الله. وبجيب صينية وبفرد هاي العجينة اللي عملتها بالصينية، بفردها من كل الجوانب. بخبز الكيكة من 20-180 درجة وبسقيها بالقطر من بعد ما يطلع من الفرن. طبعا مدام القطر تشرب كل الجوانب الكيكة ناجحة 100%. يا سلام المنظر لحاله بحكي. هلأ ما بدي اياكم تستغربوا، رح احط 8 معالق كبار من النشا، ورح احط لتر حليب. طبعا اللون الابيض رح يطفي لون بجنن على الكيك البنية. هلأ كريم الشانتيه بحط ربع كوب حليب بارد للمهلبية وبحركهم مع بعض. قوام المهلبية بسم الله ما شاء الله كأنه غامق. بضل أحرك كل المكونات يلي حطيتهم مع بعض مثل ما انتو شايفين. عن هاي الطريقة تقدري انك تستخدميها بكل أنواع المهلبية، طبعا حسب الرغبة تقدر انكم تضيفوا زبدة، طبعا مو كتير، معلقة صغيرة. هلأ بسهمد المهلبية من كل الجوانب. يا سلام شوفوا كيف اللون الأبيض كسر اللون البني تبع الكيكة. هلأ وقت الزينة بحط جوز الهند، طبعا حسب الأدوات الموجودة عندكم. لون الجوز الهند أعطى البياض بياض حلو كتير مثل التلج فعلا. برجع لكم الشغلة، حطوا توت فراولة مثل ما بدكم. أنا زينتها بحبات التوت وفستق حلبي وجوز هند. في كتير بفكروها إنها شبيهة بليالي لبنان، لا أنا بقولكم لا جربوها، المنظر بجنن، بحبوها كل الناس كبار وصغار. أتمنى فعلا إنكم تجربوها عشان تعرفوا الفرق بينها وبين ليالي لبنان.